أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من فضاء حر. يتعرض الصحفيون في ظروف الحروب والنزاعات لانتهاكات كثيرة تصل حد الاختطاف والتعذيب والتصفية الجسدية. منظمات دولية وصفت واقع الحريات الصحفية في اليمن بأنه في غاية الخطورة والسوء، في حين صنفت منظمة مراسلون بلا حدود جماعة الحوثي أنها ثاني جماعة على مستوى العالم في قمع الصحفيين بعد تنظيم داعش. ثمة من يرى بأن واقع الحال في اليمن تعرض لما يشبه مجزرة إعلامية كبيرة، حيث تم رصد 14 حالة قتل لصحفيين و254 حالة اختطاف وإيقاف حوالي 36 وسيلة إعلامية وحجب 50 موقعا إلكترونيا في محاولة لتكميم الصوت الآخر وجعل الفضاء حكرا على مزاج واحد. غير أن الأسوأ من كل ذلك انحياز إعلاميين ومؤسسات إعلامية، بعضها كانت تعد مستقلة وأخرى رسمية تم اختطافها لصالح مشروع الإنقلابي وإسقاط الدولة. ما هي هذه الانتهاكات التي تعرض لها الإعلام والإعلاميون بعد الإنقلاب؟ وهل يتحمل الإعلام المنحاز جزءاً من مسؤولية سقوط الدولة؟ وما هي المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي يتحملها الإعلاميون تجاه زملائهم في ظل ظروف كهذه؟ وماذا عن دور نقابة الصحفيين اليمنيين في كل ما يحدث؟ عن واقع وأداء الإعلام منذ الانقلاب في سبتمبر من العام 2014 والانتهاكات التي طالت الحريات والصحفية خلال هذه الفترة، نخصص هذه الحلقة من فضاء حر. وللنقاش ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الصحفي عبد العالم بقاش، ومن صنعاء كان من المقرر أن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية الكاتب الصحفي عبد الوهاب الشرفي، إلا أن ميليشيا الحوثي في صنعاء منعت خلال الساعات الماضية مكتب البث من استضافة أي ضيف لقناة بلقيس، وبالتالي سنضطر لأن يكون معنا الأستاذ عبد الوهاب الشرفي عبر الهاتف، كما سينضم إلينا لاحقا عبر سكايب من جنيف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي نبيل الأسيدي. أرحب بداية بضيفي من صنعاء وتعز، وأبدأ بسؤال مشترك لكما وأطلب منكما إجابة مختصرة ومباشرة، والبداية مع الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. أستاذ عبد الوهاب، واقع الإعلام في اليمن خلال العام الماضي وتحديدا منذ سبتمبر من العام 2014 وصف بأنه الأسوأ من حيث حرية الصحافة والإعلام، من يتحمل مسؤولية هذه الانتكاسة في الواقع الإعلامي برأيك؟ بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم. مساء الخير. وللسادة المشاهدين الكرام، بالطبع التقييم بالنسبة للمسؤولية يعني ربما يأخذ أكثر من بعد، وفي ظل الوضع الصراع السياسي الحاصل في البلد ربما يتحمل الجزء الأكبر هم الممتهنين في مهنة الصحافة والإعلام، على اعتبار السمة الغالبة على وسائل الإعلام أنها لا تلتزم ابتداء بقضية ما يفرض عليها من معايير لهذه المهنة. إذا نعم، أكتفي بهذا أستاذ عبد الوهاب. إذا وسائل الإعلام هي التي تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي طارتها، والسؤال ذاته للأستاذ عبد العالم بقاش من تعز. أستاذ عبد العالم، في الحقيقة أنا أستغرب. نعم تفضل. في الحقيقة أستغرب كثيرا تحميل الضحايا مسؤولية مجزرة حدثت بحق الصحافة في البلد كما لم يحصل منذ سنوات طويلة. نعم، إذا من المسؤول؟ المسؤول بالتأكيد عن ما حصل من انتهاكات في الفترة الماضية هي الجهة التي قامت بالانقلاب. نعم، الجهة التي قامت بالانقلاب ميليشيا صالح والحوثي. نعم، سأكتفي بهذه الإجابة المختصرة، شكرا لكما ضيفي الكريمين، وسوف نبني نقاشنا لهذه الليلة على هذه الإجابات، لكن بعد هذا الفاصل أرجو أن تبقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي من تعز ومن صنعاء، وأيضا بالأستاذ نبيل الأسيدي الذي انضم إلينا من جنيف، وبالعودة إليك أستاذ عبد الوهاب الشرفي. بداية، ما تعليقك أولا على قرار ميليشيا الحوثي منعك عن الظهور معنا عبر الأقمار الصناعية؟ ما الذي ستجنيه الميليشيا من هذا التضييق والتقييد على الصحافة والصحفيين؟ هو بالطبع هناك كثير من المسائل التي هي ربما تصنف على أنها انتهاكات للحقوق الإعلاميين، طالما لم تتضح الملابسات مثل هذه القضية. هناك حجة ربما تتبناها جماعة أنصار الله فيما يتعلق بهذا المنع، هو ليس لكل القنوات الإعلامية وإنما منع لقنوات إعلامية محددة. هل هذا مبرر أستاذ عبد الوهاب؟ دعني أكمل الكلام. يعني هناك يعني تحيز من قنوات معينة من جهة جعلت نفسها طرفا في هذه المعركة ولم تعد تمتهن المهنة الصحفية وفق أسسها ومعاييرها، وإنما تحولت إلى ما يشبه التوجيه المعنوي، وبالتالي ما يؤخذ على أنصار الله في هذا الجانب هو قضية الانطلاق للتصرف دون المرور على الجهات المعنية، بينما القانون نفسه لو مروا عبر الجهات المعنية ربما يعطيهم نفس القدرة على الوصول لهذا التصرف من إيقاف أو منع أو ما إليه، على اعتبارات أن على اعتبار أن هناك تجاوزات لا يمكن القبول بها على الإطلاق. هناك حالة من تشويه الحقائق، هناك حالة من التحريض، هناك حالة يعني من أكثر من جانب تزوير حقائق. أضف إلى ذلك أن الطرف الآخر هو يمارس ذات الممارسات باتجاه وسائل إعلامية محسوبة على أطراف صنعاء، وبالتالي هناك عمل متبادل أصبح جزءا من المعركة الدائرة. يعني ضربت هنا مواقع تلفزيونية، حجبت مواقع لهم من الأقمار الصناعية، هناك صحفيين لهم أوقفوا، هناك أكثر من جانب، وبالتالي يظل مسألة الامتهان الصحفي هو السبب الرئيس. طيب أستاذ عبد الوهاب، كيف يمكن الحديث عن المهنية والمهنية والموضوعية في حين أن الميليشيا صادرت وكممت كل الأفواه وكل الأصوات المختلفة داخل صنعاء؟ لم يعد تقريبا هناك أي وسيلة إعلامية تتحدث يعني مناوئة للميليشيا في العاصمة. هو بالطبع هناك قدر كبير يعني أو لنقل هناك نسبة من المبالغة في التصرفات، هذه لا ننكرها، لكن هناك مشكلة حول تركيبة الإعلام، على اعتبار أن جماعة أنصار الله هي يعني وصولها إلى التأثير في المجال الإعلامي هو قريب، وبالتالي كان هناك تشكيلة أو هيكلية معينة للإعلام تجعل منه منطلقا أو متحيزا بطبيعته إلى الطرف الذي أصبح الآن خصما. نعم سأنتقل الآن، نعم دعني أنتقل الآن إلى الأستاذ عبد العالم بقاشة من تعز. أستاذ عبد العالم، يرى الأستاذ عبد الوهاب الشرفي بأن في تصرفات الميليشيا تجاه وسائل الإعلام مبالغة في الأداء وفي التعامل معها، ربما خوفا من ظهور الصوت الآخر، أنت كيف تنظر إلى ممارسات التضييق والتقييد لحرية الرأي الآخر من قبل الميليشيا؟ سأذكر الزميل عبد الوهاب بما يعرفه على الأرجح، تدخل السياسيين في عمل الصحافة هو ما أفسدها طوال عهد علي صالح. الاستخدام لغة السياسي في شأن صحفي يفسد الموضوع برمته. في الحقيقة أو الفكرة الواضحة عما حصل خلال الفترة الماضية هو أن الحوثيين تعاملوا مع الصحافة ومع البلد بنفس عقلية الإمام أحمد والإمام يحيى عندما كانت المدن لا تزال صغيرة ويمكن تطويقها وهناك باب يمكن إغلاقه مغرب كل يوم. ما حصل هو جعل البلد بلد مقفل لتصرفات ميليشيا إرهابية، إغلاق البلد وعزله ومحاولة عزله عن العالم، وذلك بغية تركيعه وإذلاله باستخدام وسائل إعلام عامة وإغلاق وسائل إعلام الأطراف الأخرى. ما حصل هو مجزرة بكل ما للكلمة من المعنى، وما حصل أيضا هو إرهاب دولة يستمر منذ أكثر من 3 سنوات وليس فقط منذ 21 سبتمبر 2014. هذا ما حصل بالضبط، محاولة لإغلاق بلد كامل
من أجل الانفراد بشعب كامل لإذلاله وتركيعه ومحاولة فرض سلطة قديمة أو إعادة نمط من السلطة القديمة عليه ضد إرادته وضد ثورته. نعم، إذا أستاذ عبد الوهاب الشرفي، هل تعتقد بأن ما ممارسات الميليشيا فيما يتعلق بالحقوق والحريات الإعلامية، هل خدمها استحواذها على الفضاء بالكامل، الفضاء الإعلامي بالكامل لصالحها، هل خدمها أم شوه صورتها أكثر أمام العالم؟ هو بداية فقط أريد أن أنوه إلى أنني لا أستمع إلى صوت الضيف الكريم الآخر، إذن لابد أن تحل هذه المشكلة الآن. نعم، في نقاط ربما تحتاج إلى رد فأريد أن تتضح الصورة للمشاهد الكريم أنني لا أسمع. على كل حال، نعم، أسلوب إثارة هذه الحلقة فيما يتعلق بقضية الحرية الصحفية هو نفسه يعتبر أحد أنواع التجني أو أحد عدم الحياد والمهنية. نحن نعم. الآن نتحدث فقط عن ما صدر من تصرفات في هذا الجانب صدرت عن جماعة أنصار الله، بينما نحن نتغاضى عن تصرفات كثيرة تمت من الأطراف. سنأتي أستاذ عبد الوهاب للانتهاكات والأطراف المعنية بالانتهاكات. نحن الآن فقط انطلقنا من حادثة منعك أنت، وأنت يعني في داخل العاصمة، لازلت تمارس نشاطك من داخل العاصمة، منعك من الظهور عبر الأقمار الصناعية يعني لقناة بلقيس تحديدا. انطلاقا من هذه الحادثة نحن بدأنا الحلقة. نعم نعم. في الأخير أيا كان الوضع، أنا تقديري أن هناك جزء سلبي ترتب على الموضوع، تمثل في قضية أن هذه الوسائل كان بالإمكان أن تنقل قدرا ما من الحقائق الموجودة على الأرض إذا فرض عليها هذا الأمر فرضا قانونيا، باعتبار أنه هي ملزمة بنقل الحقيقة، هذه هي مهمة الإعلام والصحافة، فكانت ستكون مخيرة بين أن تستمر في تحيزها أو أن تنقل على الأقل جزء من الحقيقة، وهذا يسهم في قضية إيصال رسالة معينة إلى الجمهور المتابع لها، خصوصا أن هناك قنوات لها جمهور عريض لا يمكن الاستهانة به، وبالتالي كان يجب التحول إلى آلية متمثلة في قضية تأهيل المتعاطي مع هذه الوسائل كبديل لإغلاقها، بمعنى يجب أن يكون هناك اختيار لعناصر معينة قادرة على أن تعكس الصورة ضمن الفرصة المتاحة من هذه القنوات، ولا يتم الانتقال. إذا أنت تعترف أستاذ عبد الوهاب بالميليشيا كسلطة أمر واقع، أو أنها مؤهلة أن تحكم البلد، فقط هي بحاجة لضبط آلياتها وإجراءاتها مع وسائل الإعلام؟ لا، هذا الموضوع موضوع آخر، موضوع ذو، لا، هو جزء من أجندتنا لهذه الحلقة. نعم. أي نعم. أنا يعني لا أعتبر على الإطلاق مسألة يعني من حق الصحفي أن يكون رأيا، بما في ذلك حتى أن يكون رأيه مسانداً لما يسمى بالشرعية، أنا لا أرى هذا سبباً على الإطلاق في قضية إغلاق هذه القناة، لكن نحن نتحدث عن أمور غير مقبولة، يعني وصلت المسائل إلى أن تحول صحفيين وتحولت وسائل إعلام إلى أداء دور حربي متمثل في دعم لوجستي، مثل تحديد مواقع، مثل تحديد مخازن أسلحة، مثل هل ثبتت هذه الأحداث بالنسبة لكم؟ كيف؟ أو على الأقل بالنسبة لك أنت كصحفي؟ هل ثبت فعلا بأن هناك صحفيين تم استخدامهم بهذه الاستخدامات نعم تحدثت عنها؟ نعم، وهذا الكلام يعرفه الجميع، أنا فقط لا أريد أن أذكر أسماء كي لا أذكرها، لأن نسمع هذه المعلومة لأول مرة. موجودة والمتابع يشاهدها، بإمكانك أنت أن تمر فقط على صفحات يعني عدد من الصحفيين المحسوبين أو المتبنين لموقف الشرعية، وستجدي أصوات واضحة أنها تتعمد أن
تنقل احداثيات، تحدث تنقل تحركات. هذا اتهام خطير جدا استاذ عبد الوهاب الشريفي، دعني انقله الى الاستاذ نبيل الاسيدي وهو مسؤول التدريب بنقابه الصحفيين اليمنيين وعضو مجلس النقابه. استاذ نبيل، يعني هناك حديث الان يطرح الاستاذ عبد الوهاب بان عدد من الاعلاميين تورطوا باستخدامات لوجستيه كما اشار الاستاذ عبد الوهاب لصالح طرف من اطراف الحرب، وربما في اشاره الى ان اعتقالهم او اختطافهم جاء على خلفيه هذه الاتهامات، كيف ترد؟ اهلا وسهلا بكم. انا اتحدى هذا الشخص المتحدث المدعو الشرفي ان يثبت هذا الامر، ان يثبت ان وجود اي صحفي قام بتحديد مواقع. هذا كلام فيه غباء مفرط. الان اصبحنا امام الاقمار الصناعيه العسكريه وما غيرها، الصحفيين هم اداه رساله. انا اتحدى ان يثبت ذلك. هو قال بالامس بالحرف الواحد ان اهل الصحافه يتحملون الجزء اكثر مما يحدث، لأنهم لم يلتزموا بما يفرض عليهم. هذا ملخص للفكر الذي تريده الميليشيات، وهو فرض أفكارهم على الصحفيين وسياساتهم، وإلا فإنهم يتحملون المسؤولية. أي شخص وأي سفه أكثر من هذا القول؟ حينما يحمل الصحفيين وهم ضحايا هذا الأمر. يا أخي 14 حالة قتل. أستاذ نبيل، دعنا نعم نكون أكثر دقة. أنت هل أنت مطلع على ملفات الصحفيين المختطفين لدى الميليشيا وحول التهم المنسوبة إليهم؟ هل وردت هذه التهم ضمن لوائح الاتهام التي هم مختطفين يعني على أساسها؟ هؤلاء هم المختطفين لديهم منذ أكثر من 8 أشهر، ومنهم وحيد الصوفي الذي أكثر من عام ومختطف. هؤلاء ما ذنبهم سوى أنهم يعملون في وسائل مخالفة لجماعة الحوثي فقط. مئات الاعتداءات تعرض لها الصحفيون، الاختطافات، الإطلاق الرصاص، الحقن بالدماء الملوثة، كل هذه الانتهاكات وهم يتحدثون ويحملون الصحفيين المسؤولية. إغلاق كافة القنوات، أنا أتحداها أن يتحدث عن موقع قناة واحدة تم سمح لها وهي رأيها مخالف. أيضا حجب 80 أكثر من 80 موقع إخباري مخالف للجماعة. كل هذه العمليات صنعاء أصبحت خالية. طيب بالمقابل ماذا قدمت النقابة اتجاه كل هذا الكم الهائل من الانتهاكات؟ ما الذي فعلته من أجل المنتهك يعني حالة الانتهاك للصحفيين ولوسائل الإعلام؟ ولماذا لم نسمع عن تدويل ملف الانتهاكات الإعلامية أستاذ نبيل؟ النقابة أولا حينما تم الاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة الرسمية بما فيها الإذاعة والتلفزيون ومؤسسات كالثورة وغيرها، أولا أحب أن أقول شيء واحد، أن النقابة ليس لها جيش وليس لها ميليشيات تواجه تلك الميليشيات المسلحة التي أولت على المؤسسات الإعلامية. كان موقف النقابة واضح، أدانت كل تلك العمليات. النقابة موقفها واضح وإدانة كل كافة الأطراف التي تقوم بعملية الانتهاك ضد الصحفيين مهما كانت توجهاتهم ومهما كانت إمكانياتهم. نحن لن نسكت على كافة الانتهاكات. نحن نتحدث عن الانتهاكات التي قامت بها الجماعة الحوثية. نعم أنتم لم تسكتوا، لكن بالمقابل ماذا فعلتم؟ هل يقتصر دور النقابة على إصدار البيانات، بيانات التنديد والإدانة أستاذ نبيل؟ أي نعم. إذن سأعود إليك أستاذ نبيل، دعني أعود من جديد أستاذ عبد العالم بجاش. أستاذ عبد العالم، أنت كنت واحدا من ضمن 30 صحفيا أصدروا بيانا في أغسطس الماضي تحت عنوان ضد ملشنة الإعلام والصحافة، واعتبرتم أن إقحام المؤسسات الإعلامية في مشروع الإنقلاب إهانة لأشرف مهنة عرفها التاريخ. ما الذي كنتم تقصدونه بملشنة وسائل الإعلام؟ كنا نقصد أن هناك تتعرض البلد لموجة غير مسبوقة من الإرهاب المخطط له منذ سنوات والمعد له من قبل مجموعة أطراف. هناك ميليشيا تدور في البلاد طولا وعرضا وتقتل وتدمر وتخرب، تصاحبها ميليشيا إعلامية موازية تبرر وتصوغ وتقوم بعملية تهوية للغسيل الإيراني القذر في اليمن. ما يجري وما هو معروف لدى جميع الصحفيين باستثناء أولئك الذين حيدوا ضمائرهم أو
جنبوها. واضح جدا هي مسألة ابتلاع الدولة بالكامل وابتلاع بلد بالكامل. ويأتي أحدهم ليقول أو ليتحدث فيما يشبه يعني ما يشبه النوع من المغالطة السياسية في موضوع متعلق بالصحفيين، ويتضمن إدانة، إدانة أيضا للصحفيين الذين هم ضحايا. في التقرير الصادر مؤخرا عن حجم الانتهاكات خلال عام 2015 من والذي صدر عن إحدى المؤسسات، هناك 460 حالة، منها 240. لو عدنا قليلا بالذاكرة إلى تقرير الانتهاكات الذي قدم لمؤتمر النقابة في مارس 2009، سنجد أن موجز ذلك التقرير يتحدث عن 60 حالة حدثت خلال ما بين عام 2004 إلى 2009. نعم أستاذ عبد العال، إذا نعم. وضعنا مقارنة نعم يعني سنأتي بعد قليل لجزئية الانتهاكات بالتفصيل. دعني أنتقل الآن إلى الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. أستاذ عبد الوهاب، أنت واحد من الإعلاميين الذين لا زالوا يمارسون عملهم من داخل العاصمة صنعاء. أستاذ عبد الوهاب، كيف استثمرت وجودك داخل العاصمة لخدمة مساحة الحقوق والحريات في البلد؟ هو ربما الآن أريد فقط أن أعلق على كلام الأخوين. مسألة أن ننشئ كلام تعبيري، نحن ممكن أن ننشئ كلام تعبيري بلا نهاية هجومي. أنا فقط أوجه سؤالين. السؤال الأول، الأخ والأخ الآخر الآن يتحدثان عن انتهاكات الحوثي. نسلم، أين حديثكم عن الانتهاكات التي تمت من الأطراف الأخرى؟ من هي الأطراف الأخرى؟ هناك انتهاكات تمت حتى ضد صحفيين محسوبين على طرف المقاومة. هناك أسماء نزحت الآن هروبا إلى عدن، هناك ناس أوقفوا في السجن في عدن على مستوى قضية حمدي البكاري. نعم. عندما اتضح أن القضية وراءها طرف من الأطراف الأخرى، تم تغطية القضية وإنهاءها. هناك عمليات قصف، يعني عمليا أنت الآن تقارن إذن بأي كانت التفاصيل؟ تفاصيل قضية حمدي هي غير معروفة حتى الآن وتفاصيلها، ونحن سوف نكتفي بتصريحات نعم حمدي. لكن أستاذ عبد الوهاب، هل هذا يبرر جرائم الميليشيا الممنهجة تجاه الإعلام والإعلاميين؟ أي نعم، أنا الذي أقصده أنه في الأخير إن كانت المسألة المناقشة لذات أو لتقييم الوضع صحفيا ومهنيا، الأمر مرحب به. لكن قضية أن تستخدم هذه الانتهاكات لضمن المغالبة السياسية، أساسا هذا هو جزء من العيب الذي تحدثنا عنه، أنه أحد الأسباب التي تؤدي أو تجعل يعني الصحفي يتعرض لمثل هذه المخاطر. نعم، أي مبالغة يعني أستاذ عبد الوهاب. نحن لا، أنت تعرف جيدا أننا لا نبالغ، وأنه حتى وجودك الآن معنا عبر الهاتف هو جزء من هذه الممارسات الممنهجة للميليشيا ضد أي صوت آخر. يعني أنت الآن نعم حتى تكون ضيف معنا منعت من الظهور بالصوت والصورة. نعم. والأرقام كلها تتحدث عن مجازر نعم إعلامية نعم وقعت بحق الصحافة والصحفيين. وعلى أي حال أريدك الآن أن تذكر لنا أجمل لنا مجمل الانتهاكات التي تم رصدها بحق الإعلام سواء من قبل الميليشيا أو من أطراف أخرى. فقط أريد أن أسأل سؤال له علاقة بلماذا منعت يعني. تفضل. أنتم الآن كقناة بلقيس، هناك كثير من القنوات العالمية. أنا قلت لست ضد قضية تأكيد أن يتبنى الإعلام أو الصحفي موقفا مع الشرعية أو موقفا مع أطراف صنعاء، على الإطلاق من حقه، لكن يجب أن يلتزم بالحقيقة. نعم. كم نقلتم من الأخبار عن ما يحدث من مجازر بحق المدنيين؟ لم يتم نقل. بالعكس أستاذ عبد الوهاب، يبدو أنك متابع غير جيد لقناة بلقيس. إذا كان حديثك فعلا عن قناة، نحن نغطي على مدار الوقت كل الجرائم والانتهاكات التي تقع بحق المدنيين سواء من قبل قوات التحالف أو من أي أطراف أخرى، أو من القاعدة أو داعش أو حتى من ميليشيا الحوثي. لكن على أي حال الجرائم لا تبرر أخت أستاذ عبد الوهاب. أنا أتحدث عن جرائم الجرائم الآن ممنهجة ومكثفة ومستمرة بحق الإعلام والإعلاميين. يعني هناك قنوات عفوا مثل العربية تقوم بغسل هذه الجرائم. عندك قضية نهم وأنا أذكرها حتى اللحظة. نعم. العالم كله يتحدث عن أن هناك جريمة ارتكبها الطيران ضد المدنيين، وكان هناك
العنوان العريض في العربية بأنه تم ضرب خلية حوثية. هذه المسائل هي التي أساسا تورط الصحفيين وتجعلهم عرضة لمثل هذه المضايقات. نحن الآن عندما حاولنا أن نتحرى عن قضية لماذا منعت أنا، كان الرد بأنه هناك منع يتم لقنواتنا، وهذه القنوات لا تكون برسالة محايدة، ولا نستطيع نحن أن نسمح لها لأنها أصبحت جزء من المعركة. هل هذا مبرر بالنسبة لك؟ يعني مبرر بالنسبة لك؟ مراعاة نص، هناك نص، النص القانوني أساسا الذي يعطي الصحفي مسألة الاحترام والحق في الحصول على المعلومة وحرية التحرك، هو مشروط ويقول بالنص ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية. لكن عندما يتحول الصحفي إلى مخفي لحقيقة، هناك الآن أكثر من 8000 مدني، ومن يخفي الحقيقة أكثر من يغلق كل المواقع وكل القنوات ويصادر كل الأصوات المختلفة؟ هل هناك من أحد يخفي الحقيقة أكثر من هذه الجهة؟ إذا كانت تكون بمهمتها بموضوعية، أنا سأكون أول من ينتقد هذا الأمر، مع أن أنا قلت لك شخصيا كنت أفضل أن تترك وأن يستخدم هذا الأمر عبر وسائل إعلام أخرى لفضح هذه تفضل الوسائل. إذن أنت تفضل من المعركة. نعم. لكن أنا أقرأ لك الواقع الآن، هناك فرق بين القراءة وبين رأيي الشخصي. الواقع طيب. يقول هكذا، هناك وسائل إعلام تضع نفسها جزء من المعركة، وما يصيبها هو نتيجة عدم حيادها وعدم التزامها بالتعامل كمهنة حقيقة وليست مهنة توجيه معنوي أو تحريض أو تشويه حقائق. طيب أستاذ عبد الوهاب، إذن وأعزائي المشاهدين ننتقل إلى هذه المادة الرصدية التي تستعرض جملة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية خلال العام 2015 وأيضا منذ بداية العام الجاري بحسب منظمات محلية، وأيضا كذلك ردود فعل أبرز المنظمات الدولية حيال هذه الانتهاكات. نتابع هذه المادة ومن ثم نعود للاستئناف في النقاش. عودة إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، وعودة إليك أستاذ نبيل الأسيدي مسؤول التدريب بنقابة الصحفيين اليمنيين. هناك من يتحدث بأن النقابة لم تحدد موقفا واضحا من الانقلاب باعتباره أو كونه سيد الجرائم كما يقال، لماذا لم نسمع موقفا واضحا من نقابة الصحفيين اليمنيين تجاه الانقلاب؟ من قال ذلك؟ النقابة موقفها واضح ومعلن، وهو مواجهة كل من يقوم بكل أو كل طرف من يقام بانتهاك حرية الصحافة والتعبير والاعتداء عليها أي طرف كان، وقد كان موقفها واضحا من الميليشيات الحوثي والمقلوب، حيث ذكر التقرير أن أكثر من 80%
من الانتهاكات المنتشره ضد الصحفيين وقامت بها تلك الجهه، اليس هذا موقف عام؟ ولا اؤكد ان المقاصد ستقف باي حال امام اي جهه تقوم بانتهاكات حريه الصحافه. نقابه الصحفيين اول منظمه مجتمع مدني اعلنت انضمامها لحورتها في 11 من فبراير، واصدرت بيانا في تلك اللحظه بهذا الخصوص. لا أتحدث عن 11 فبراير أستاذ نبيل، أتحدث عن الانقلاب الذي حدث ضد الدولة في سبتمبر 2014. ما حدث ضد انقلاب الدولة هو ضد انقلاب ضد كل مؤسسة الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدني، بما فيها الصحافة، بما فيها مؤسسات الإعلامية. لقد تم سيطرة تامة على مؤسسات الإعلامية للدولة، تم قصف الفضائية اليمينية، تم ايضا السيطره على مؤسسه الثوره، تم ايضا الاستيلاء على مؤسسه الاذاعه والتلفزيون الاذاعه، والاستغناء عن 300 موظف من الاذاعه، تم اقاله كافه الزملاء العاملين في المؤسسات الاعلاميه بما فيها وكاله الانباء اليمنيه سبب، و إضافة أو تعيين الموالين لهم من خارج الوسط الصحفي. كل ذلك هو اعتداء ساتر على الصحافة بشكل همجي لا يدل إلا عن حقيقة واحدة. لكن في الحقيقة أستاذ نبيل، نعم أنت الآن تسرد لنا عدد أو جملة من الانتهاكات التي نحن نعرفها جيدا ويعرفها الجميع، لكن أنا أسألك أن النقابة لم تكن مواقفها ترقى إلى هذا الحجم من الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة والصحفيون، بل أن هناك من يعني ذهب إلى أن مجلس نقابة الصحفيين ذهب لترتيب أوضاع أعضائه وترك يعني أعضاء النقابة يواجهون مصائرهم بمفردهم. من هم الصحفيين الذين تم من هم أعضاء مجلس النقابة الذين تم ترتيب أوضاعهم؟ جميعهم أنت تعرفهم جيدا. نعم أيوه، أعضاء مجلس النقابة إما مشردون خارج الوطن وإما ملاحقون داخل الوطن، لم يبقى منهم أحد. الذين طردوا من منازلهم، تم ملاحقات اقتحام منازلهم، ايضا تم سفرهم الى خارج البلد. هؤلاء هم اعضاء مجلس النقابه. النقابه تقف بحزم امام الاعتداءات ضد الصحفيين. ايضا تم الاستيلاء على ميزانيه النقابه، وهذا امر مهم جدا. نعم. وتحويلها الى احد صحفيي الميليشيات لاقامه اتحاد للاعلاميين، هذا امر مهم. الامر الاخر والاهم انه تم محاوله شق النقابه، فرض سيطره الامور الصحفيه او توجه السياسي على جميع مختلف الصحفيين لدي. طيب استاذ نبيل، ما هي امكانيه ما هي امكانيه ملاحقه مرتكبي هذه الانتهاكات مستقبلا؟ نعم، ما هي امكانيه ملاحقه مرتكبي الانتهاكات؟ نعم، النقابه تقود حمله عدم الافلات من العقاب مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وتركز على هذه الحمله، واعدت ملفا لتقديمه الى محكمه الجنايات الدوليه لمحاكمه كل من قام بالانتهاكات ضد الصحفيين، لان قتل الصحفيين والاعتداء عليهم هي جريمه يعاقب عليها القانون الدولي، وبالتالي هم سيقعون تحت المساءله القانونيه الدوليه، ونحن لن نسكت امام هذه الجرائم البشعه التي لم تحدث منذ 100 عام في حق الصحافه الليبيه. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين ومسؤول وحدة التدريب في النقابة، وتحول من جديد الآن إلى الأستاذ عبد العالم بجاش. أستاذ عبد العالم، كنت أسألك عن حجم الخذلان وخيبة الأمل التي تعرض لها الصحفيون خلال العام الماضي. في الحقيقة لقد شعر الصحفيين بشكل كبير أنهم تركوا وحيدين في مواجهة أبشع منظومة إرهابية في تاريخنا اليمني. هذه مجموعة اقترفت سلسلة من الفظائع بهدف الترويع الشامل لليمنيين من خلال الصحفيين. اختطفت صحفيين وسجنت وعذبت وعرضت صحفيين للقتل واستشهد صحفيين نتيجة هذه الأعمال، وما تزال هذه الانتهاكات مستمرة. لقد مارست في عام واحد هو عام 2015 ما حصل خلال 20 سنة في عهد المخلوع صالح، طبقا للبيانات الرسمية لعدد الانتهاكات.
نعم، هل تجد بأن ما طرحه الأخ نبيل الأسيدي فيما يتعلق بجهود النقابة كافيا بالنسبة لك كصحفي مشرد الآن في تعز؟ الزميل نبيل عضو مجلس قيادة النقابة يعمل بجهد يدركه الصحفيين جيدا، لكن فيما يتعلق بكثير من الأعضاء الآخرين فيبدو لي أنهم حتى مسألة التفكير لا يفكرون، ولذلك في المؤتمر القادم يجب على الصحفيين مساءلة قيادة مجلس نقابة الصحفيين ليس عما فعلوه لكن ما كان بوسعهم عمله ولم يقوموا به. في الحقيقة كان الصحفيين يتعرضون للانتهاكات وبعض قيادة النقابة يلتقطون صورا سيلفين في قراهم ومناطقهم وهم آمنين أو في الدول التي هم فيها. لم تقم النقابة باستثناء عدد محدود من الأشخاص أو من أعضاء القيادة، قاموا بدور جيد بشكل شبه يومي، الآخرين لم نرهم. طيب أستاذ عبد الوهاب الشرفي، هناك من يتساءل بأنه ما الفرق بين داعش كميليشيا وبين ميليشيا الحوثي فيما يتعلق بقمع الصحفيين، وأظنك يعني تابعت تصريحات منظمة مراسلنا بلا حدود فيما يتعلق بكون ميليشيا الحوثي حائزة على المركز الثاني بعد داعش في قمع الصحفيين على مستوى العالم. إذا كان من مقارنة يجب أن تتم في هذا الأمر فهي مقارنة يجب أن تكون بين السلطة هنا في صنعاء وبين التحالف وبين سلطة هادي. نعم. هذان هما السلطتان ذوات الإطار المتوائم والكابل للمقارنة. نعم، أنت تعتبر ميليشيا الحوثي سلطة؟ هي سلطة واقع تماما كما يعني هذه سلطة واقع في الجنوب. نعم، هل هناك سلطة أستاذ عبد الوهاب تمارس كل الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بالشكل الذي نحن نراه، ليس فقط على مستوى الإعلام وإنما أيضا على مستوى الحريات والحقوق وتجنيد الأطفال، زرع الألغام وكل الجرائم التي تمارسها، اجتياح المدن، قتل المدنيين، هل تمارس الدولة هذه الأعمال أستاذ عبد الوهاب؟ دعينا فيما يتعلق بالصحفيين لأنك تفتحي أكثر من موضوع وبالتالي ستتوقف. نعم، يعني بما أنك تحدثت بأنك تتعامل مع ميليشيا الحوثي كسلطة، أرصد لك مجموعة من الأحداث المتعلقة بالصحفيين تمت في إطار سلطة هادي، منها مراسل آزال واليمن اليوم المعتقلين، منها أحد الصحفيين الجنيد الذي الآن هو هارب من المقاومة نفسها وهو صحفي من صحفي المقاومة. نعم. هناك المحتجزين في الجنوب، هناك أحمد شوقي الذي أوقف على تأشيرة وجدت في جوازه أنه في يوم ما سافر إلى إيران، هناك قضية حمدي البكاري الذي يتم التلاعب بها وعدم إثارتها، هناك صحيفة الجمهورية، هناك مصادرة الصحف ومنها المستقلة، كل هذا تحت سلطة هذه. هناك توقيف تم في المطارات للصحفيين. هل ثمة مقارنة أستاذ الوهاب؟ هل هناك وجه للمقارنة بين ما تذكره الآن من أخطاء وممارسات أو حتى فلتكن انتهاكات مع الكم الهائل؟ نحن نتحدث عن مجازر بالكاملة لكل صوت مختلف داخل العاصمة، إغلاق بالعشرات لمواقع إلكترونية ونهب لمقرات صحف وممتلكات صحفيين واختطاف صحفيين تعذيبهم حتى الموت، هل هذا مجال المقارنة مع ما تحدثت عنه؟ يا سيدتي الكريمة، تظل المسألة هنا متعلقة بالهيكل الإعلامي نفسه، يعني هل يتوفر هذا الكم من وسائل الإعلام للسلطة في صنعاء تحت المناطق التي تخضع لسلطة هادي؟ كان سيتم التصرف معها كما تم التصرف. وصل الأمر إلى القصف الجوي المعلن مسبقا، قال العسيري نحن سنقصف أي وسيلة إعلام تتحدث باسم الانقلابيين هكذا. نعم. في الأخير تلك نسبة أعلى من الصحفيين ونسبة أعلى من وسائل الإعلام ونسبة أعلى من كل شيء من التجهيزات، وبالتالي ظهر هذا الأمر غالبا، لكن لو كان لدى الطرف الآخر نفس التجهيزات ستكون النسبة متعادلة، لأننا قلت لك الخلل هو نابع من أداء وسائل الإعلام سواء التي تعمل الآن في ظل سلطة صنعاء أو تلك التي تعمل في ظل سلطة هادي. إذن أنت تبرر أستاذ عبد الوهاب، أنت تبرر الآن للميليشيا جرائمها ضد الصحافة والصحفيين، أنت تتحدث عن أداء هذه المنظمات. ماذا فعل الصحفيون الذين تم ملاحقتهم إلى منازلهم وإلى أريافهم وتم اختطافهم وإخفاءهم ولا يعرف الآن أحد أين حتى أماكن تواجدهم؟ ماذا فعل الصحفيون الذين تم اختطافهم ووضعهم في مخازن سلاح كدروع بشرية حتى تلقي الآن عليهم التهم
الجرائم وتبرر الجرائم الواقعة بحقهم. تجري هذه المسائل في الأخير إذا ثبت أنها موجودة هي جرائم على كل حال، لكن في الأخير مسألة أن نبرر، نحن لا نبرر، نحن يعني نشخص قضية. طالما أنت وسيلة إعلام لم تلتزم بالحياد ولا تغطي الواقع كما هو، وبالتالي يعني نحن الآن كمجتمع مدني نتعرض لهجمات وقتل وتدمير بنية تحتية للبلد وما إليه، ولا يتم تغطية هذا الموضوع على الإطلاق. هذا نوع من تضليل الحقيقة، لأنكم تتحدثوا باسمنا والعالم ينظر إليكم أنكم تنقلوا ما يدور في اليمن، وبالتالي ما لم تقولوا في اليمن هناك حدث سياسي مرتبط في حقيقة الأمر. هناك انقلاب، نعم هناك انقلاب على الدولة، وأنت تعرف جيدا هذا الأمر. كيف يمكن الحديث عن بيئة قانونية أو بيئة مهنية سليمة في ظل غياب الدولة، الدولة التي تم الانقلاب عليها من قبل ميليشيا الحوثي وتحالفها مع المخلوع؟ على كل حال هذا الأمر أنا قلت لك هو شأن سياسي، عندما سيحل ستحل هذه النقطة. نعم لا يمكن الفصل على أي حال أستاذ عبد الوهاب، دعيني أكمل إجابتي لو تكرمتي. هناك عمل سياسي جاري أممي عربي محلي حول هذه النقطة لحلها، لكن هذه المسألة لا يجب أن تكون مبررا لحجب حقائق. أنا أتحدى أن هناك قنوات كبيرة تكون قد غطت حادثة إصابة مدني بقصف العدوان من بين مئات العمليات القصف. على أي حال بلقيس، إذا كنت متابع بلقيس أو حتى الآن تشاهد شريط العاجل أو الأخبار أسفل الشاشة، ستجد كثير من هذه الأخبار تتحدث عن هذا فيما يتعلق بقناة بلقيس. أنقل الطرح الذي طرحته أستاذ عبد الوهاب بشأن مسؤولية وسائل الإعلام حيال الانتهاكات التي تعرضت لها. أستاذ عبد العالم، يعتقد الأستاذ عبد الوهاب بأن عدم مهنية وسائل الإعلام والصحفيين وعدم مهنيتهم وموضوعتهم وموضوعيتهم في الطرح هم جعلهم هدفا ولقمة سائغة للميليشيا، كيف تعلق؟ لقد سمعته يتحدث كثيرا عن مسألة الالتزام، ولا أظن أنه يدرك ما هو الالتزام. من الواضح جدا الالتزام الوحيد الذي تريده الميليشيا من الصحف أو من الصحافة لكي تسمح لها بالعمل هو أن تؤدي الصرخة الخمينية على ما يبدو. من الواضح أن الزميل أو الأخ عبد الوهاب لا يتحدث ككاتب صحفي بل كسياسي أو كقناص، واحدة من الثنتين الأمر واضح. هو يقول بأنه تحدث كصحفي وليس كسياسي. نعم، هل يمكن الفصل بين السياسي والصحفي أستاذ عبد العالم؟ تماما مسألة حرب الإبادة. تفضل. من الواضح جدا إغفالهم لمسألة حرب الإبادة التي تجري في تعز من قبل جيش طائفي، حرب قائمة على أساس طائفي مذهبي. هو ينسى أنهم يحاصرون المدينة بجيش من القناصين، وأن إعلامهم يضلل. ليست لديهم وسائل إعلام، لديهم وسائل دعاية سوداء. نعم فعلا أستاذ عبد العالم، كانت تعز الاختبار الحقيقي المهني والأخلاقي للصحافة والصحفيين. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد العالم بقاش، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. كما أشكر جزيل الشكر الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الوهاب الشرفي، كان معنا عبر الهاتف من صنعاء. وأشكر أستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، كان معنا من جنيف. أشكركم أعزائي المشاهدين جزيل الشكر كونكم كنتم معنا في هذه الحلقة من فضاء حر. نلتقيكم الجمعة القادمة في فضاء حر، في أمان الله.